إلى تعزيز ممارسة رياضة المشي بما يتواءم مع الأطر الصحية المتوافقة مع مبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في أنسنة المدن والهادفة إلى إيجاد بيئة ملائمة ومشجعة للأهالي ومرتادي المواقع العامة لممارسة رياضة المشي. حرصت أمانة الأحساء على تنفيذ المشروعات التنموية المستدامة والتي تسهم في تحقيق مفهوم جودة الحياة تمشيا مع رؤية المملكة 2030. بسم الله الرحمن الرحيم، نشكر لجريدة اليوم تغطيتها لفعالية الختامية لحملة صحتك 30. هذه الحملة التي استمرت لأكثر من 6 أشهر تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر، والتي استهدفنا الحقيقة فيها تعزيز رياضة المشي مدة 30 دقيقة يوميا. تم الاستفادة من أكثر من 36 مكان مخصص للمشي في المرافق العامة، وقرص هذه العادة اليومية المشي لمدة 30 دقيقة في اليوم لحفظ سلامة المجتمع بدنيا ونفسيا وسلامة المجتمع بشكل عام. تم تدعيم هذه المماشي طوال 6 أشهر بأركان توعوية مختصين للإجابة على استفسارات الزوار. هذه المبادرة الرائعة صحتك 30 التي وفي لقطة نادرة حقيقة تستمر حوالي 6 أشهر من العمل الأسبوعي والمحتوى والتعليم والتوعية والاكتشاف المبكر. هذه المبادرة برعاية سمو أمير المحافظة والعاملين معه في القطاعات المعنية أعطوا مثالا لما ينبغي أن يكون عليه المشي من مبادرات تزرع السلوك. كانت المشاركة جدا رائعة بعدد كبير من المشاركين. اليوم ليس جمال المشاركة بحد ذاتها، بل هو جمال وجود هذه الثقافة لدى عدد كبير من أبناء وبنات الأحساء، وإن شاء الله في الفترة القادمة سيكون ثقافة المشي منتشرة لدى الجميع بإذن الله.